قد ايه هي الايام مهمه جدا لحتى نبلش مع الاطفال ونعلمهم يمكن المبادئ الاساسيه للاعياد، العلاقات الأسرية، قد ايه مهم يمكن فرحة العيد ما تقتصر بس على الألعاب مثل ما الأهل بيفكروا إنه العيد فرحة للولاد بس ألعاب ونروح وناخذ عيدية، لا، في يمكن قيم أهم لازم نبلش فيها مع أطفالنا. هاي أكيد دي. مثل ما ذكرتي سلمى، اليوم العيد مو بس فرحة بالعيدية أو بالثياب الجديدة أو بالألعاب، لا، هو فرصة كتير مهمة لأطفالنا لحتى نرسخ عندهم مبادئ مهمة بحياتهم، قيم وصفات كتير مهمة بتفيدهم بحياتهم لحتى يعرفوا يميزوا بين الصح والغلط. يمكن خلال صباحنا لليوم وفقراتنا كنا عم نحكي اليوم قدي نحن عايشين بزمن السوشيال ميديا وقدي يمكن الكبار عم يحاولوا يلجأوا للمعايدات من خلال مسج عابر للكل، فكيف رح يكون العيد بزمن أطفالنا؟ كيف هذا الشيء رح يأثر عليهم؟ أكيد تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا يلي صارت معنا ضمن الاستوديو الاستشارية الأسرية رهف تسابحجي. صباح الخير. صباح النور. كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بألف خير يا رب. نعاد عليك وأهلا وسهلا فيك رهف. عليكم يا أهلا. خلينا نبلش هيك يمكن بهذا الوقت اللي نحن فيه من دون ما يقصدوا الأهل اللي هن قدوة لأطفالهم بيشوفوهم أنه عم تقتصر عندهم المعايدات بمسج على الواتساب أو على الماسنجر، تعليق على الفيسبوك بوست، هيك عم بيعايدوا بعض أو يعايدوا يمكن أقرب الناس لهم. هذا الشيء بيتأثر في الطفل وبيحس أنه هذا هو التصرف الطبيعي، أنا هيك لازم أعمل. صحيح. خلينا نحكي من هون بتبلش الحكاية. هلأ الشيء اللي بيميز مجتمعاتنا هي الحياة الاجتماعية، الحياة الأسرية، فكل ما كانت مترابطة أكثر كل ما كان المجتمع مزدهر أكثر. طبعا دائما الأطفال بيشوفوا آبائهم هن كيف عم يتصرفوا فبصيروا مثلهم، أبدا نسخة طبق الأصل. فلما عم يصير كله عم يقتصر على السوشيال ميديا، عم يبعثوا مسج للكل على الواتساب جروب العيلة، فبتلاقي خلص الولد أنه خلص يلا منشوفهم، خلص عايدنا عليهم، فلا عاد تتعرف على عائلته، لا عاد تعرف مين عماته ولاد عمومه، وخاصة يعني هو مناسبة العيد هو مشان تجتمع العيلة، فصاير كل واحد بديرة وكل واحد بمكان. صحيح. على الأقل للي الأشخاص اللي موجودين لسه هون مهم جدا يكون في اجتماعات، يعني الواحد يتعرف على العيلة تبعه، على أولاد خالته، أولاد عمته، أولاد 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 عمه. صحيح. يعني على شجرة العيلة كتير منلاقي هذا الشيء كل ماله عم يتراجع لورا، وهذا بيعمل حالة من التفكك، بيعمل كمان حالة تانية عند الأطفال اللي هي حالة الانطوائية، فبصير إنه ما عاد في داعي، لعبنا نروح لعبنا نجي، حاطين الموبايل وعم نلعب، عم يصير عنده العالم الافتراضي تبعه هو العالم الحقيقي للأسف، بينما العالم الحقيقي هو العالم المهمش بالنسبة له. فهذا الشيء عم يخليه انه هو خلص، يعني انا ليش بدي اشوف العالم، ليش بدي اروح؟ وخاصة اوقات الاهل بيحطوا مثل ما بيقولوا عوائق، مواصلات ما في، يعني صعب صاير الضيافة الكذا، كمان كثير من عاداتنا، تمام. يعني ما فينا ننكر هالشيء، اكيد اكيد. فلذلك مهم جدا يكون في اجتماع للعيلة، هيدا الاجتماع خلينا نقول على الاقل مره بالسنه او مرتين بهالعيدين، يعني يكون في عم يجتمعوا سوا، عم يتعرفوا على بعض، عم يصير في احاديث مشتركه. مهم جدا كمان نقطه تانية، خلال هي الاجتماعات نبتعد عن الاحاديث المحزنه، تمام، الأحاديث المشاكل، نحاول نحكي بأحاديث مفرحة، لأنه صاير كل ما حدا اجتمع تلاقي رد رجعنا كل شيء هموم وكل شيء مشاكل، ونعادت يعني آخر شيء الواحد بيطلع مشحون بشحنات سلبية كتير، وآخر شيء حس حاله أنه أنا ليش عم روح؟ مشان اتضايق، مشان انزعج. بعدين في نقطة تانية، مهارات التواصل، مهارات التواصل عند الأولاد كل ما لا عم تنعدم بصراحة. يعني أوقات كتير ما عم نجتمع صرنا بالشباب، خلينا نقول بالمراهقين، بتلاقي ما عاد عندهم، لا عاد عندهم مثلا لباقة معينة، لا عاد عندهم أسلوب بالحكي، لأنه ما عم يجتمعوا سوا، يعني لا عم يقعدوا مع ناس أكبر منهم لحتى يتعلموا كيف يحكوا. وبتلاقي حتى يعني كمان الشغلة الثانية، لما عم يكون في اجتماعات عم يكون خلص مثلا يلي عم يأرجل، يلي عم يلعب شدة، يلي ما عاد فيه يعني حديث، يعني حتى لما عم يلعبوا شدة بتلاقي على الساكت، يعني ما عاد فيه شيء مشترك يحكوا فيه، بتلاقي كل العالم قاعدة على الصامت،
لا خلينا على الموبايل بيقولوا لك احسن يعني لشو بقى الروح والجاية. ودائما بنقول انه العيد هو لمة العيلة، لمة الاقارب، قد ايه مهم اليوم نحن نرسخ مفهوم العيلة عند اطفالنا من عمر صغير، يعني مو بس العيلة الصغيرة الام والاب، لا، نحن عم نحكي عن الاقرباء، نحن عم نحكي كمان حتى على الجيران او الرفقة، قد ايه هذا الشيء مهم اليوم نرسخه عند اطفالنا. لما كمان الأهل دائما حتى مع الجيران يكون في يعني تواصل معه، صح، على الأقل مثلا مرة يكون في اجتماع للكل يشوفوا بعض بالأفراح بالأحزان، تلاقي أوقات إنه يكون في مشاركة لبعض. يعني دائما الأب كمان أكثر شيء مثلا بتلاقيه هو القدوة بهدول المواضيع بالزيارات وهي القصص، فبتلاقي بياخذ أولاده معه وبياخذهم مثلا عند الجيران، بياخذهم عند عماته عند عمومه، فبتلاقي إنه هذا الشيء بيقوي صلة الترابط. يعني تخيلي آخر شيء إنه عم يصيروا بنفس المنطقة تمام لكن ما عم يشوفوا بعض، يعني شيء محزن جدا 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 انه بتلاقي عايشين مع بعض بنفس البلد وبنفس المنطقه وما في بيناتهم يا دوب كم خطوه، وبتلاقي بالسنه مره حتى ما عم يشوفوا بعض. فهي كثير يعني بتاثر عند الاولاد جدا، وبتاثر كمان عند الاهل وعند الكبار. يعني الاهل لما بيكبروا بحبوا كثير يعني لمه العيله، بحسوا انه نحن ضلينا هون بالبلد كرمال شو؟ كرمال العيله. يعني هذا الشيء اللي بيربطنا هون، العيلة، الترابط، الحياة هي الاجتماعية، هذا الحب يلي بيناتنا، هيدا لما الواحد مثلا بيصير معه مشكلة الكل بيتساند لحتى يعني يطلعوا من هاي المشكلة، يسانده يسعده يبسطه، لما بيكون حزين يواسوه، فلما يكون فرحان تلاقي انه كلياتنا بنجتمع سوا بننبسط سوا. فشو قصة السوشيال ميديا بقى؟ حاجة ما حاجة؟ صحيح، حاجتنا بقى، حاجتنا، بنتمنى نتمنى هي الرسائل توصل، بس للأسف يعني صار كتير صعب إنه نحن نبعد عنها، صار جزء من حياتنا، جزء من الناس. يمكن اليوم حتى أنت بشغلك اليوم تتواصلي مع كتير حالات عبر السوشيال ميديا، صح، في ناس ممكن تسمع نصيحة منك عبر السوشيال ميديا، فمو بس إنه ما بدنا نقول بدنا نتركها، بس كيف نستخدمها؟ يعني اليوم هذا الوقت اللي وخصوصا هلا عم نحكي فيه مع الاطفال، انا ما فيني امنع اولادي يشوفوا الموبايل او يقعدوا على الموبايل او يفتحوا اي شيء، بس كيف انا خلي هالاستخدام مفيد، يعني استفيد من هالوسائل بشيء ايجابي بدل ما هي بس عم باخذ منها السلبيات. هلا مهم جدا انه الانسان يعرف كيف ينسق التعامل مع السوشيال ميديا. لما عم يكون انه بشكل عشوائي وهيدا الشيء الاولاد عم يتعلموه من الاهل وما عم يكون في مراقبه وما عم يكون في توجيه، فهذا الشيء بياثر عليهم سلبا وحتى عم ياثر على الاهل كمان. لما مثلا اوقات الاهل مثلا الامهات عم تفتح على الجروبات اللي عن جد بتلاقي الحكي اللي فيه يعني مو طبيعي، يعني شيء غير طبيعي، والتعليقات اللي عم تكون تعليقات السلبيه اللي الواحد مثلا بيكون شايف البوست بيقرا التعليقات بينشحن بشحنات سلبيه كثير، بيعصب ما بيلاقي حاله غير انا ليش معصب، والله ما في شيء يعني كل اموري تمام، طب ليش انا معصب؟ السوشيال ميديا اذا الواحد ما عرف شو الصفحات شو القنوات اللي لازم يتفرج عليها يكون دائما في عنده فلتره. اهم شيء بالسوشيال ميديا هي الفلتره. بعدين مو كل شيء بيطلع لنا نحن لازم نشوفه، مو كل شيء بيطلع بوشنا لازم نقعد نقراه ونتفاعل معه ونناقش. هو اللي صاير انه الاشخاص تقول لك انا بدي ناقش بدي احكي بدي اعبر، لكن انت عم تعبر بطريقه خاطئه، والولاد عم يتعلموا هيدا الشيء. يعني كمان هلا مثلا المراهقين ان كان بنات وان كان شباب لما عم يفوتوا ويشوفوا الكبار عم يعلقوا بهي الطريقه فهن اوتوماتيكلي حيصيروا مثلهم، يعني حيصيروا مثل ما حكينا نسخه عنهم. تمام، طيب هل الأهل لما يشوفوا أولادهم صاروا هاي النسخة السلبية بيعجبهم؟ لا، هون النقطة، ليش هيك ابني صاير؟ ليش هيك بنتي عم يتصرفوا؟ وما بينتبهوا لهذا الموضوع غير إمتى؟ لما بصيروا بعمر المراهقة وبيبلش بقى بيطلع المخبة، هون بقى تلاقيهم عم يركضوا تعوا رقعونا، طب ليش مو من البداية بلشوا؟ لا، والكارثة الثانية بضلوا مهملين لحتى الولد يساوي له شيء أو البنت تساوي له شيء مشكلة كبيرة، بعدين بيكتشفوا لحظة احنا بدنا حل، بس بيكون يعني الوقت شبه فات، يعني فات، بس لكن ممكن نرقع
وكل ما تأخروا أكثر كل ما كان حل المشكلات بصير أصعب. يعني ذكرتي نقطة كتير مهمة، اليوم الأطفال هنون بيقلدوا أهليهم بشكل كتير كبير، فينا نقول إنه هنون صورة عنهم للمستقبل. فبتلاقي إذا كانوا الأهالي عم بيعاملوا أقربائهم أو جيرانهم بطريقة منيحة، الطفل لا إراديا رح يصير مثلهم. فقدي لازم ننتبه اليوم لتصرفات الأهالي، قدي لازم يكونوا دقيقين بهالموضوع، لأنه ممكن بلا شعور الطفل يتأثر وهنون مو عرفاني. لذلك الأهل قبل ما يجيبوا الأولاد لازم يتعلموا مهارات، مهارات تعامل، مهارات تربية، مهارات يفهموا هذا الطفل قبل ما يجي على الدنيا كيف لازم يتعاملوا معه، كيف لازم يكونوا أول شيء مع بعض. يعني كمان أوقات وخاصة يعني للأسف كمان بالعيد تلاقي مشاحنات بقلب البيت. ليش؟ تلاقي كل واحد بده شيء، وكل واحد هذا عجبه وهذا ما عجبه، بتلاقي الخناقات، واخر شيء بتعكر العيد كله يعني بسبب كثير بيكون تافه اوقات. فلذلك اهم شيء الاهل قبل ما يجيبوا اولاد بدهم يدربوا حالهم، يتعلموا شو يعني تربيه. التربيه مو يعني جبنا اولاد ولحشناهم، مو يعني طعميناهم وشربناهم ولبسناهم. التربيه هي انه اعرف كيف اشتغل على سلوك هيدا الطفل لما يكبر يكون هو قدوة، كمان يكون هو شخص مفيد بالمجتمع، شخص منجز يزدهر المجتمع على ايده، مو نرجع 300 ألف سنة لورا. صحيح صحيح. لهيك نحن دائما بنحاول من خلالك ومن خلال ضيوفنا الاختصاصيين نعمل إضاءات على أهم الأساليب إن كانت التربوية وحتى السلوكية بحياتنا. شكرا لك وينعاد عليك مرة ثانية. وينعاد عليكم جميعا وعلى جميع المشاهدين يا رب. أهلا وسهلا فيك نورتينا.